أحسن الله إليكم. الأخ يقول أريد من فضيلة الشيخ أن يفتيني في زكاة الذهب والراجح فيه، لأن والدتي عندها ذهب منذ سنوات ولكنها لا تقوم بزكاته. الذهب ذهب المرأة الذي تستعمله تتخذه للتزين به في المناسبات، هذا الصحيح أنه لا زكاة فيه، وهو الذي عليه جمهور أهل العلم، وفي ذلك دفع للحرج عن النساء خصوصا الفقيرات، فإما أن ينحرمن من الحلي، وإما أن يلتزمن بإخراج الزكاة وهن فقيرات، فيضطرهن ذلك إلى الامتناع من الحلي. نعم.